اخر حاجه اخر حابه تعلقي على اخر موضوع خاص بيكي ولا لا؟ لا يلا شكرا يا فندم. لا ما تسأليني، كلميني على الحفلة. أكلمك أقول لك إيه؟ أقول لك إيه؟ حفلة كانت غني، يعني أكلمك أقول لك على شو هي المرضى اللي حفلة حقيقية. مبروك على أغنية شامخ مكسرة الدنيا، مليون مشاهدة. كلمينا شفتي زي ردود الأفعال والناس، وفي يوم حققت مشاهدات عالية جدا. نجاحها كان يعني الحقيقة ما حقلك غير متوقع، لأنه أنا كنت متوقع أنه الأغنية يحبوها الناس، خصوصا أنه أنا أكثر مرة بكون فيها جريئة بالأداء، أداء التمثيلي. يعني في تشابه في الكليب ما بينه وما بين كليب اجنبي؟ مو مشكله يضايقكم يعني اذا في تشابه بدايه ولا لا. ما بدايه عموما بحب عيط، يعني مو انه مثلا يعني انا وحده دمعتي كثير عزيزه، يعني بعز الدموع بعز المشاعر، يعني بضحك كثير ببكي كثير، بحب الاشياء هي كلها اعملها كثير، فبكيت كثير. إليك أنا بنسى روح بين